اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم صوتكم اللي راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي راح تشوفوها باسفل الشاشه، وتقدرون تتواصلون ويانا باي لحظه من لحظات البرنامج. في حال ما تامن الخط تقدرون تدزوا لنا رسائل على تطبيق الواتساب على الرقم الاخير المخصص لبرنامج الواتساب اللي بصفه الاشاره الخضراء مال الواتساب. اتمنى تكون الرساله متبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر نقرا الرساله ونعرف منو كتب لنا ومن وين. نبدا حلقتنا مشاهدينا الكرام اليوم قضيه، هي قضيه عقود المهندسين اللي يشتغلون بمصفى الشعيبه. اليوم صارت امام مصفى الشعيبه تظاهرات للمهندسين من اصحاب العقود 315 اللي صار لهم فتره وطلعوا اكثر من مره يطالبون بضروره تحويلهم من موظف عقد الى موظف على الملاك الدائم. اليوم كانت مطالبهم هي ما تغير بها شيء، بأن يتم تحويل المهندسين من أصحاب العقود على الملاك الدائم، وأن توفي الحكومة بتعهداتها السابقة، وضرورة أن يتم الالتفات لهم والمطالبهم المشروعة، لكن لحد الآن ما وجدت مطالبهم أي أذان صاغية. خلونا نشوف اللي صار أمام مصفى الشعيبة. نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت. هاي امام مصفى الشعيبه. من الرجوله والمروءه انه انت ما تتكاون ويا مره، مو انه ترفع ايدك عليها او ترفع الهراوه اللي شايلها بايدك. رجوله ما شاء الله، رجوله مفرطه نشوفها بالعراق على التظاهرات المطلبيه، على المتظاهرين، على المهندسين، على المهندسات، على الخريجين، على الخريجات، رجوله مفرطه. اللي باوع ذولا ويقول لك ما شاء الله عندنا امن واستتباب مو طبيعي بي، بس لما يجي شرطي ويقولها الى مهندسه عذرا من الكلمه حيوانه، اعرف الدوله الى اي مواصيل وصلت. كالعاده شفتوا هنا، وبما انه عندنا تظاهرات سلميه مطلبيه لا لها علاقه لا بسياسه ولا بالوضع السياسي ولا بالميليشيات، فقوات الأمن العراقية بصمتها لازم تكون متواجدة وتكون موجودة على هاي التظاهرات، ولهذا قوات الأمن فرقت المتظاهرين بالقوة من أمام مصفى الشعيبة النفطي اللي بيه موظفين من الهند، من باكستان، من إيران، من الصين، من كوريا، من اليابان، من أفغانستان، عادي، بس العراقي ما إلى محط رجل بيه. تعالوا نشوف تصرف القوات الأمنية ويا المتظاهرين من المهندسين اللي يشتغلون بصفة عقد في مصفى الشعيبة واللي دا يطالبون بتعيين. Go, 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 go
شفتوا لي الفيديو زين؟ أنا ما أريد أعيد الفيديو، بس الموضوع ما بي إنه إنه الأخ اللي موجود هنا ها ملازم ثاني. أوكي أنا أريد أشوف هذا، هذا طلع ملازم ثاني الأخ، وجوه منتسب كان يكون شرطي أو جندي أو من أفراد حماية. بقى هنا كم خطأ موجود بهذا الفيديو؟ الخطأ الأول هو تهجم هذا المنتسب على مواطن. الدستور اللي السياسيين يدافعون عنه واللي صدعوا روسنا به بأخطاء الكثيرة يكفل حرية التعبير عن الرأي، هذا الدستور مالتهم مال ذولة. هاي واحد. اثنين، عندك هنا ضابط برتبة ملازم ثاني شايل نجمة على كتفه، فهو رتبة هذا أعلى من هذا، فمن المفترض حسب القوانين العسكرية الرتبة الأعلى عندما يتكلم الرتبة الأدنى يمتثل للأوامر، فإذا دا يقول له وقف هو ما دا يوقف، هو عدم انصياع للأوامر، فعسكريا أو قانونا المفروض هذا يحاسب. هاي اثنين. ثلاثة، شنو الدولة هاي؟ شنو الدولة هاي اللي الشباب يقولون سلمية وأكو تهجم عليهم، شباب يريدون حقهم أكو تهجم عليهم، خريجين يريدون تعيين أكو تهجم عليهم، خريجين صحة يريدون تعيين أكو تهجم عليهم، عشرات العشرة الأوائل أو من تسلسل 4 إلى 10 يطلعون التظاهرة يقولون يابا نريد استثناء نتعين نشتغل يتهجمون عليهم، بس يطلعون جهة ما مدعومة من جهة ما متبوعة إلى حزب ما، ما حد يحكي وياهم، ويطبون الخضراء ويطبون على السفارة الأمريكية ويكسرون ويحطون ويسوون اللي يعجبهم، ما حد يحكي وياهم، بس ذول السلميين هذا التصرف وياهم. يا ترى ليش؟ أتمنى واحد يجاوبني على هاي التساؤلات. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، أول تعليق من ضحى الدوري: لم نطالب بأكثر من حقنا بالتثبيت وهكذا يكون الرد. سيد طارق الموسوي: أنت اللي تضرب ابن بلدك أو قد يكون ابن منطقتك أو أقارب، هذا ما طالع متبطر بس طالع، لأن الفاسدين صادروا حقوقه. باكر أنت من تصادر حقوقك تقبل واحد يهينك، كن مع الحق وناصره. هدي العلي: هكذا يتم تكريم المهندسين في يوم المهندس العراقي بالضرب والاعتقالات والتجاوز. عقود وزارة النفط 315 يضربون ويعتقلون في محافظة البصرة من أمام مجمع الشعيب النفطي بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة بالتثبيت، حيث أن جميعهم خدمتهم تجاوزت السنتين وأعمارهم كبيرة. مروة مروشة يقول تقول احنا مهندسين عقود النفط، أصغر واحد بينا عمره 35 وعندنا عمرهم 50 واصلين تقاعد، تعيننا باستمارة إلكترونية حسب الأصول بدون واسطة وصار سنتين ونص يضحكون علينا، اليوم مباشر نثبتكم. رغم وزارة النفط تمويلها ذات، يعني ما نكلف الحكومة درهم واحد، والوزارة رفعت كتاب وقالت عندنا تخصيص مالي، بس لأن ماكو حزب يدعمنا ما معبرينا. والمهندسة إسراء الغراتي يقول: ليش هذا الظلم والاعتداء اللي انطالبوا بحقهم بالتثبيت؟ صار سنتين ونص عقود المفروض يثبتون، وشركة النفط ممولة ذاتيا ومن الشركات الرابحة وما تعتمد على ميزانية الدولة. والمهندسة شمس هادي تقول: قمع وضرب وكل أنواع الإهانات بحق المهندسين من عقود وزارة النفط 315، المطالبين بأبسط حقوقهم وهو التثبيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية، قضية إنه لما تتعامل ويا خريج يريد يشتغل ويريد يخدم البلد تتعامل ويا بهاي الصورة، هاي كارثة. أما أن تسلب حقه هاي كارثة أكبر. شنو الحق لما يطالب بتعيين؟ أنا أقول لك شنو حقه. حقه لما يتعين على الملاك الدائم أنت دا تضمن حق الموظف بأن يكون بدل أو كأن يكون بدل تقاعد بعد عمر طويل. أما تخليه صفة عقد باكر عقبة تستغني عنه وتقول له إلزم الباب وما لك حق يمي، لا لك تقاعد ولا لك حقوق ولا لك شيء. فلهالدرجة أصبح المواطن العراقي رخيص بنظر السياسيين والأجنبي غالي؟ الجواب يبكم. ونبقى بمحافظة البصرة ونروح إلى الواقع الصحي المتدهور. تخيلوا اليوم وصل الحال بالمسؤولين وتخوفهم من الناشطين ومحاولاتهم الحثيثة أن يفضحون الفساد الإداري والمالي الموجود بالمحافظات، أن تقوم دوائر الصحة العامة بالمحافظات بمنع الناشطين وعوائلهم من الدخول إلى المستشفيات وتلقي العلاج اللازم نتيجة الممارسة من قبل إدارة صحة ما. مثلا إدارة صحة البصرة مارست سياسة تكميم الأفواه للناشطين و
أوجدت قائمة تمنعهم من الدخول على إثرها إلى داخل المستشفيات الحكومية خوفا من فضح الفساد والإهمال اللي تعاني منه هاي المستشفيات. خلونا نسمع حديث أحد الناشطين من محافظة البصرة بعد محاولة دخول إحدى المستشفيات بالمحافظة ومنعها من الدخول على إثر لائحة أصدرتها إدارة صحة البصرة. تعال. مثل ما تشوفون بظهري مستشفى الشفاء العام، هي طبعا مستشفى عبارة عن طوارئ. هسه أنا جايب الحجية شمت كركم وافتنقد وصار عندها تحسس بالقصبات، فطبيت من الباب للمستشفى قالوا ابو حسن ممنوع الطب. يا بليش ابو حسن عراقي مواطن بصري، قالوا ممنوع الطب للمستشفى بامر الاداره. يا بريد ورقه مذكره، قالوا مو بس انت وبعض الناشطين ممنوع يدخلون المستشفى الشفاء. واذا تحدثنا على مستشفى الشفاء قسما بالقران جاي تجينا معلومات ووثائق، حدث ولا حرج، ولكن حفاظا على المصلحة العامة والذوق العام ما طلعناه أعزائي المشاهدين. هاي واللي حصلناه وأبرة، بس فقط أبرة وسرنجة، خمس دقائق أخذناهن ورحنا. وبالتالي الإدارة موجهة بمنعي من دخول المستشفى. استغربت من الإخوان الاستعلامات، صح ما أعوفها باعتبار الادارات كلها خطا والوصف الوظيفي غير صحيح. يعني مهندس مدير اداره شلون يصير مو اداري؟ السيد وزير الصحه متى تتدخل بقضيه الشفاء والدز على ابو التدقيق وتسال يا وزير الصحه؟ مشكله العراق اليوم هو ايجاد الرجل الغير المناسب في المكان الغير المناسب. يعني تخيل انه تلقي طبيب هو بالنفط، وتلقي مهندس نفط هو مدير مستشفى، وتلقي واحد ما مخلص دراسة أصلاً هو أستاذ بالجامعة، وتلقي الأستاذ الجامعي قاعد يبيع مخضر بالشارع، وتلقي اللي ما عنده ما يعرف يقرأ ويكتب هو سفير، وتلقي اللي عنده شهادات تأهل أن يكون سفير هو يشتغل في مؤسسة عادية كأن كاتب عدل في مكان ما أو في القلم في مكان ما. مشكلة اليوم في العراق أنه المهن اللي موجودة بالعراق واللي موجودة في كل بلدان العالم، في كل بلدان العالم أكو مركزية للتعيين، فأن يكون مهندس يشتغل في ضمن تخصصه بالمكان اللي تحتاج به الدولة حتى يرفع من مستوى الدولة. أما بالعراق هو حسب المقدرة المادية للشخص، عنده فلوس يشتري صار مدير عام، ما يهم مدير عام بالصحة، مدير عام بالنفط، مدير عام بالزراعة، مدير عام بالري، ما يهم، المهم هو صار مدير عام، عنده فلوس أكثر وعنده دعم أكبر ممكن يصير وزير ويصير وزير، وما يهم أي وزارة يأخذها لأنه راح يحصل من وراها الجيات اللي طلع له الفلوس اللي دفعها لما اشترى المنصب اللي هو به. فهاي الإشكالية اللي بيها. أما القضية الأخرى، هذا الشخص وغيره من الناشطين لما يطلعون ويصورون الفساد اللي موجود بداخل المستشفيات هو ما فرحان به، هو ما فرحان وطالع يحكي بفرح اللي دي يصير بالبلد، هو طالع ينبه ويقول لكم يابا هذا الغلط، انا حطيت ايدي على هذا الغلط ودا سهل عملكم بما انه انتم ما عندكم لجان رقابيه، روحوا تابعوا الخلل وصلحوه. هم بدل ما يصلحون الخلل هم يردون الغلط بمكانه. شو يسوون؟ منو اللي طلع هذا الغلط؟ هذا او غيره من الناشطين، هذا ممنوع يطب، هذا ممنوع تتعاملون وياه، لا نشتري منه ولا يشتري من عندنا، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون من عندنا، وخلي يروح يقعد بالشعب مال بني هاشم. هذا الحال اللي دي يصير. واللي ما افتهم رسالتي كفار قريش وتعاملها ويا عشيرة الرسول مع فارق التشابيه، لكن هذا الحال اللي دي يصير بالعراق. اي واحد يطلع يحكي هو مضطهد، اما في ذقار طامة اكبر. الناشط هنا بذقار طبل المستشفى ويشكلكم الإهمال الطبي اللي صاير داخل مستشفى الشطرة، عدم الاكتراث من قبل الكوادر الطبية لحياة المرضى والمراجعين بمشهد يعكس لكم سوء الإدارة وغياب المتابعة والمحاسبة من قبل الجهات الحكومية. يعني تخيلوا طفل أو شاب مصاب بإطلاقة نارية ما يتلقى العلاج الصحيح أو التشخيص الصحيح، عدم تمكن الكادر من تشخيص الإصابة بصورة صحيحة وطلعوه. هذا اللي صار بحيث طلع المصاب والإطلاقة بجسمه، تعرض إلى مضاعفات أخرى نتيجة هذا هاي الإصابة منها النزيف نتيجة للتشخيص الخاطئ. تعالوا نسمع رسالة الوزير الصحة.
تعال شوف النشارة المستشفى الشطرة بالليل. يعني هسه هذا الطفل لو ميت منو يتحمل مسؤوليته؟ البارحة قاعد باب أهله اجته طلقة عشوائية طقته هنا. شيء طبيعي لحد الآن. جبناه المستشفى الشطرة بالليل. مفراس، أشعة، الدكتور الموجود ويسمع كلامي، وإذا احنا نكذب ونفتري هذا أبو الولد ويانا، وأنا موجود بعيني. قالوا كل شيء ما بي. طلقة زلغته وطلعت قبل. ما بي شيء عم نطلع؟ قالوا لا ما بي شيء طلعوا. وإذا تردون خذوا له إبرة قزيز. صبح الصبح الولد بطنه تأذيه. تدرون الطلقة طلعت ببطنه؟ طلقته من هنا وهنا مركزه ببطنه. لما جابوه للناصرية وحولوه للأهلي. يعني أنتم دكاترة بالليل ما تعرفون الطلقة ما تشخصونها؟ يعني هذا لو ميج ذنب منو؟ الطحال هسه شالوه. يعني أنتم والطلقة بعدهم. يعني أنتم البارحة لو معالجينه شلون تدعون تقولون ما بي طلقة؟ هو بي طلقة. بو بي طلقة هذا أنت أبوه. لا بي. البارحة إيش قالوا؟ قالوا ما بي. كيف ما بي؟ أخذوا. قالوا أخذوا روح وأنا موجود والله. ونزيف داخلي. ونزيف داخلي. صبح الولد يبكي يصرخ. أنت دكتور. نزيف داخلي. أنت دكتور. شلون يجيك واحد طلقته طلقة ما تسوي له حل وتقول له روح؟ شلون يروح وصبح صبح نزيف داخلي ببطنه؟ الناشط قال كلمة بالبداية. قال قاعد بباب بيت أهله وجدته طلقة عشوائية أو إحنا نقول طلقة طايشة ضربته بخاصر تلي ورا. يقول هذا شيء طبيعي. لا والله مو طبيعي. هذا طبيعي في قانون الغاب اللي موجود بالعراق إيه. هذا طبيعي بالبلد اللي ما بقانون إيه. لكن بالحالة الطبيعية هذا مو طبيعي. هواية أنا صراحة أوجه رسالتي إلى الأخوة اللي دي يطلقون الرصاصات بشكل عشوائي بكثافة عالية بالعراق اليوم، لأن يعني صار لغة السلاح هي لغة الجميع. إخواني أعزائي الله يخليكم، حسوا بمعاناة المواطنين. أي واحد البارحة أطلق رصاصة بالهواء من الممكن هو المتسبب بالمعاناة اللي يعيشها هذا الطفل. أتمنى أتمنى تخف هاي الثقافة اللي ازدادت وراء الاحتلال. ما أقول لكم ما كانت موجودة حتى نكون صادقين، لا موجودة، لكن ازدادت بشكل مو طبيعي بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم لبلدنا الحبيب. أما القضية الأخرى أنه التشخيص غلط والطلقة بعدها بجسمه ويتعرض إلى مضاعفات ويروح من الشطرة إلى الناصرية، هو الطلقة بجسمه ونزيف داخلي، هاي طامة كبرى. قرت عينه للدكتور اللي خرجك من الجامعة وسلمك الشهادة وخلاك تقسم على قسم أبو قراط وأنت تروح تشخص غلط. ناس لما شافت اللي صاير هنا أنا علقت على الموضوع. أول تعليق موجود أنا من المعلم أحمد شناول عبادي. المعلم يقول مستشفى الشطرة وما أدراك مقصبة الشطرة إن صح التعبير. سيد حسن التشخيص، سيد حسين التشخيص الطبي الخاطئ يعد من الأمور الجسيمة. علاء الطائي كارثة. زين أين اختصاص الخفارات يا مدير المستشفى؟ مثلا هذه الحالات دكتور تشخيصها خطأ، اقرأ على الناس السلام. أبو حسن عراق مستشفى الشطرة يحتاج إلى نهضة شاملة، يجب توافر ذوي الاختصاص ليلا وبالأخص حالات الطوارئ كالإطلاقات النارية وحالات الطوارئ كما في الجلطات عافاكم الله. رياض عبد العبد الخفاجي يقول طبعا هكذا يكون وضع الأطباء، اللي يأخذ شهادة بدون أي تعب يأخذ شهادة بفلوس لوسطات وتوقع بها أهلنا وناسنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مروان البكري إذا الكلام صحيح المفروض يتعاقب الكادر الطبي الموجود، بس بالعراق كل شيء عادي ويعبر وما حد يعاقب. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. المشكلة التشخيص الخاطئ هي أكبر مسبب لوفاة المرضى. فأنت تخيل يجيك مريض مصاب بمرض ما يحتاج علاج ما وتشخص غلط، وممكن التشخيص مالتك والعلاج اللي تطيح على حسب تشخيصك الخاطئ يسبب له مضاعفات شديدة جدا قد تؤدي إلى الوفاة فورا. فكارثة التشخيص الخاطئ كارثة. وكو ما أعرف هي حادثة أو قصة قديمة في إحدى جامعات بريطانيا، لما الدكتور اللي دي يخرج الطلاب الطبية سأل أحد الطلاب عن حالة ما فوصف له حالة
وأعراض لمرض ما، فقال له شنو الدواء اللي توصفه إلى المريض اللي يجيك بهذا العرض؟ فقال له الدواء الفلاني. قال له أوكي تمام. طلع من باب القاعة وصل للباب ده يفتح الباب، قال له سوري دكتور I make a mistake. قال له أنا آسف دكتور، أنا غلطت، المفروض أنطي الدواء الفلاني. جاوب الدكتور قال له don't sorry the patient is dead. قال له لا تكون آسف، المريض مات. فما بالك اللي دا يصير اليوم بالعراق، وتخيل كم مريض مات بسبب التشخيص الخاطئ، وبسبب انه ماكو رقابه من وزاره الصحه، وبسبب عندنا وزاره، والمشكله اليوم عندنا وزارات، عندنا وزاره الصحه وما عندنا صحه بالعراق، عندنا وزاره الزراعه وما عندنا زراعه بالعراق، عندنا وزاره النفط وما شايفين النفط بالعراق، عندنا وزاره التربيه وماكو اي تربيه بالعراق، اكو وزاره التعليم العالي والجامعات العراقيه من سيء الى أسوأ، اكو وزاره صناعه وماكو صناعه بالعراق، اكو تجاره وماكو تجاره بالعراق. ذكرنا وزارة النفط. بما أنه إحنا نحكي عن وزارة النفط في بلد نفطي مثل العراق، من المفترض أن يكون العراق ما بأزمة وقود، لكن حتى نحكي عن أزمة الوقود نأخذ هذا الاتصال ونرجع. أبو علي من الناصرية حياك الله. الله يسامحك، شلونك أستاذ؟ هلا بيك يا الغالي. هلا بيك. شلون أخوي؟ هلا بيك يا عيني. هو بالنسبة التسولف على الصحة، الصحة الوزارة مالتها ماكو لص زين فاسدة. يعني أنا أقول لك بوق الدواء، الدواء ماكو بالمراكز الصحية يبقون الدواء ويبقونه، ها والبصمة ماكو، البصمة من يسوها على زين الموظف ماكو البصمة يراوسوها من أبوهم يعني. يعني أنا أقول لك هم يدرون على الفقير على الفراش المليارات هسه دولة ماكو يعني اجوا حمل السيارة. شوف هسه هاي الوزارات كافة الوزارات يعني بيع وشراء، يعني شلون التكان هسه مثل بال زين اكو محلات زين اكو مجمع بيع وشراء، يعني دولة من جونا ماكو خالي جونا دمرونا دولة، يعني ما تعرف شنو الفصل ماله، يعني شكولات اجتنا يعني لا يفتهم لا علم لا فهم زين. الله وكيلك يعني هسه تروح للصيدليه كل من يبيع بكيف علاج، تروح له بالصيدليه واحد يبيع، واحد يبيع بخمسه، واحد يبيع زين بعشره، ها والله وكيلك يعني من يعني الله وكيلك ابتلينا بهاي الجراثيم. يعني ذولا مو واحد حكم محمد ذولا ما يدبرها، انت الى ما تدبرها ها انت حاكمتك ايران، هسه ابو ايران كيف من دمروا العراق؟ نعم زين. هذا يعني ابو ايران هذا ما كنت ساده السيد الخامني، يعني كيف تقبيل العراق ودول هم راضين؟ زين انت مو عراقي التباشر وين يطمونك؟ زين الطهران لو يطمونك وين؟ يلا قل لي انت باشر عقبه، خلي الناس يعني مثل يقول فلان هذا زين الله يرحمه يعني ساعد الفقير. شو بلد نفطي وسرق ولصوص، ها المرور ها يعني وقف ابو السياره اعطينا هلقد، الشرطي اعطينا هلقد، اهل المولدات هسه ماكو المولدات هذول يتفقون هو والمحافظ هذا ماكو ابن شو اسمه نعم واحد يسمونه قنومي يسمونه ها يتفقون وياهم يعني بالشهر نصف مليار زين يتفقون، ابو المولد ياخذ الكهرباء تاخذ، يعني المواطن انا اقول لك صاير شلون التجاره، يعني هم يدخلون لك المخدرات وكم شو البشر ذبوه بالسجن، السجون بيها مخدرات تبيع، يعني يدخل حبوب وكم شيء تجارة، يعني خافوا يظاهر مظاهرات. عمي والله أنا السيئان يومية أدعي الله يخلصنا من الشوكولات هاي، ونعدت الله زين جابهم لينا، جابتهم أمريكا مذبتهم علينا عمي، خلصوها من عندهم هسه هم المتحدة زين لا دولة لا دين لا ضمير ها لا مخافة الله. انت شوف هسه المقادة زين تقدي الله وكيلك بالسواق تقدي زين الزعاطيط تقدي، هذا حاط علوج يطب للدائرة شري قدوة بنزاقة طفل يقدر صغير ها يعني هم ما عنده خطية اعلم الله تعالى هم زين اساعدهم زين. هم يقولون ذاك النظام انت مسويتوا، انت من تحكي تقول على المقابر
الجماعية المظاهرات هاي ماكو ما تجار قتلها. نعم نعم. من قتلها؟ هاي قتلتها لو انتم قتلتوها. نعم. يعني انتم ان شاء الله الى الجحيم. ان شاء الله يعني انتم ما تطولون، ان شاء الله كون الله يخلصها من عندكم. شلتم لا انتم بشر، لا انتم حيوان، لا علم، لا فهم. وقلت ارهاب، لان البوق مرهاب. ها؟ القتل مرهاب، ها؟ استاذ؟ ها؟ نعم. البور مرهاب زين، التسليم زين، تحكي قالك انت ليش تحكي بوي؟ بوي انت باطل، انت احترم على ذنوبك. كذا صار اشوف قاضي كذا ما شاء الله المنظف قائد زين، الشرطي قائد كلمه نا. يعني كلمه شايف خشبه ارتكاب اخوي، يعني تكون على الناس هاي فقره يروح نا. للمحكمه حط فلوس شهد يابا هو ما مسوي شيء وارتكب عليه. نعم لو ذبح حبوب بسيارته. نعم لو سوى ارتكاب. يعني انتم ما تخافون الله يعني يطب للمحكمه. يعني شوف يدق يمين هذا فلان هو ما مسوي شيء زين وقال هذا مسوي شيء. نعم 25 يعني. شكرا 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 لك ابو علاوي. قلت لكم احنا بلد نفطي، من المفترض انه بلد بخزين ثاني أكبر احتياطي نفطي موجود بالعالم هو الاحتياط العراقي، ما تصير بأزمة وقود بالحصار، ما صارت عندنا أزمات وقود مثل اللي يصير في زمن ديمقراطية الاحتلال الأمريكي والحكومات الإيرانية أو الحكومات الموالية أو حكومات الإطار التنسيق الموالي لإيران اللي باصملها بالعشرة. أزمة اليوم لا هي جديدة لا هي قديمة، هي أزمة متجددة من 20 سنة، كل فترة يعاني منها الشعب العراقي بوقت من المام المفروض يعاني منه كونه بلد نفطي. نحكي عن أزمة وقود اللي تعود إلى الواجهة من جديد دون معرفة الأسباب. أكو مقاطع متداولة تظهر طوابير العجلات أمام محطات الوقود بعدد من المحافظات بسبب أزمة البنزين المستمرة من أيام بدون أي حل حكومي من قبل الجهات المعنية أو المختصة. محطات الوقود في محافظة واسط شهدت وقوف طوابير وسراوات طويلة للسيارات والمركبات بسبب أزمة الوقود، وطالبوا أصحاب المركبات باتخاذ إجراءات حكومية ناجعة لحل الأزمة وتخفيف عن كاهل المواطن ومنع تكرارها بالمستقبل. تعالوا نشوف المحطة. شوف شوف وين واصل مفتر هاي الفرة باوي. اليوم سبت 25/5 البارح صرح وزير النفط قال انتهت الأزمة وماكو أي أزمة. باع هاي السيارات كلها مطفية سياراتها ومنتظرة البنزين. يوم البارحة صرح قال انتهت الأزمة وكل أزمة ماكو. شوف السيارة وين واصل، هاي مفتر من المحطة واخذ له فرع عليه. خلينا نشوف والله وين واصل. شوف هاي السيارات كلها مطفية سياراتها، يعني وزير البارحة يصرح يقول انتهت الأزمة والأزمة بسبب السيارات مشغلين تبريد. زين هاي شنو هاي؟ هاي السيارة وين واصل؟ بأيام الأزمة ذيك القديمة ما وصل السيارة هيك وصل باع. من الأخير قولوا احنا نريد نسوي أزمة حتى العالم تتجه على المحسن شوية شوية. المشكلة أن هي التبريرات الحكومية يعني مضحكة. انقطع المي يقول لك الشعب العراقي يسبح يوميا 3 مرات و4 مرات والمسؤول يشبههم بالبطة. تنقطع الكهرباء يقول لك الشعب العراقي يفتح تبريد هواية، يحسسني أن الشعب العراقي شعب يعني عنده رفاهية عالية جدا ومن أغنى شعوب العالم، اللي بيوت العراق مليانة سبالت، كل غرفة نوم أكو سبلت وكل صالة وبكل بيت. هو نص الشعب العراقي عايش تحت خط الفقر وهم يبرروا لي هاي التبريرات. لا استطيع العلم بتبرير جديد. أزمة الوقود هي أنه الناس لما تركب سيارة مشغل التبريد، شغل تبريد ما شغل تبريد، أنت شلك علاقة؟ أنت واجبك كوزارة نفط أو مدير مديرية نفط أو مسؤول عن أي جهة ما أو مدير محطة تعبئة وقود أن توفر الوقود.
شغل تبريد ما شغل تبريد، صرف قليل صرف زايد، انت مالك علاقة تاخذ قياتك وفلوسك وخلص. المواطن ده يشتري بفلوسه، مدت من على المواطن العراقي بحصة مجانية، بحيث انت شهريا تقول له حصة المواطن العراقي من النفط العراقي مجانا شهريا، يفول تفويلتين فوق التفويلتين، يدفع من فلوسه تفويلتين وفوق التفويلتين تصير عندنا أزمة. والله ما أعرف هذا البلد شلون ده يندار. نطلع من هنا ونروح إلى محافظة قادسية مركزها الديوانية، مدينة الديوانية، وثقلنا أحد المواطنين أزمة الوقود الموجودة بالمدينة اللي تتزامن ويا انقطاع التيار الكهربائي. هذا اللي فاقم من معاناة العراقيين. راح يجي واحد يقول لي شنو علاقة هاي باي بنزين بكهرباء؟ شو العلاقة؟ أنا أقول لك حبيبي، شوف، لما ماكو ديزل غاز أو بنزين أو نفط أبيض، فأنت من ما عندك كهرباء راح تشغل مولد، والمولد يا أما على الغاز اللي هو الديزل يا أما على البنزين. ما عندك مولد تريد تشغل لالة لوكس لمبة أي شيء، هنا أنا تحتاج نفط أبيض. فتخيل شنو المعاناة اللي جاي عانيها الأهالي بمدينة الديوانية لما ما عندهم كهرباء وعندهم أزمة وقود. تعالوا نشوف. أزمة البنزين رجعت، وي الكهرباء مقتة، بس الرئيسية بيها بالديوانية، كل البنزين خانات ما بيها. ونعم الله عليكم. يقول لك بس الرئيسية بيها بنزين، باقي البنزين خانات ما بيها. روح اسأل الرئيسية منو لازمها، يا حزب يا كتلة تعرف. نطلع من الديوانية نروح إلى ذيقار، وأكو مواطنين رصدوا استمرار أزمة البنزين بالمحافظة، ويأكدون أنه جميع محطات تعبئة الوقود مغلقة دون معرفة الأسباب. السؤال اللي راح ينطرح هنا، بالملف الأول طلعنا مهندسين نفط اللي تم الاعتداء عليهم واللي يشتغلون بصفة عقد، ونشرنا معاناتهم ويا الوزارة في فرض أن التعيينات أو قبول تعيينهم، يا ترى لو كانت مصافي النفط العراقية مشغلة بالكامل والشباب العراقي من خريجين ومهندسين وعمال يشتغلون بها على أقصى قدر، كان شفنا أزمة وقود بالبلد لو لا؟ تعالوا نشوف ذيقار صار بها. استمرار أزمة الوقود في محافظة ذيقار، يعني هسه الساعة تقريبا الساعة 2 بالليل، وهذه الأزمة مستمرة في المحافظة، في محافظة ذيقار كل المحطات مغلقة في مركز مدينة، لا يوجد بها وقود إلا هذه المحطة الحكومية الوحيدة في المركز يعني. وهذه الأزمة لغاية هذه اللحظة مستمرة مع يعني صمت حكومي من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية جراء هذه الأزمة. هذا اللي دا يصير بمحافظات الوسط والجنوب العراقي. الناس لما شافت اللي صاير هناك علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا على منصة الفيسبوك هو حبيب داخل: الحكومات الفاشلة والفاسدة دائما تعيش على الأزمات اللي تفعلها تلهي الشعوب عن فسادها. وائل الطائي: أزمة مفتعلة من قبل حكومة الغرض منها ارتفاع سعر البنزين العادي. عادل الصباحي: وين الحكومة؟ بنزين ماكو، كهرباء ماكو، خدمات ماكو، وطايح بها المواطن الفقير ما حد يفكر به بعد الحر ما أجا. رائد البصراوي: والله عيب عليكم حكومة كذب وحرامية، بلد أبو الخير دمرتوه. حسن المبرقع الموسوي: بلد تحكم عصابات ومافيات تسلطت على عرش الحكم، كل أزمة لا توجد ولكن هذه حسابات خلف الكواليس. محمد حسين: هاي الحكومة سوتها حتى يخلونهم دايخين بالبنزين العادي ويسكتون على صعود المحسن. فكان هذا تعليق الناس على قضية أزمة الوقود اللي بلشت تطلع من جديد مع قرب بداية فصل الصيف الحار. أبو يحيى من النجف حياك الله. حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني والله أستاذ، يعني ما تعرف إحنا بلد النفط بلد البنزين، وصير عندنا أزمة بنزين وأزمة يعني فش تسولف فيها؟ يعني معقول زين انتوا فعلتوا البنزين المحسن واغلب الناس ما جاي تحصل قوت يومها؟
نعم. انت سويت البنزين المحسن ب 850، زين شنو الغرض من عند اضافه الى ذلك رجعت الناس عابت المحسن تفول البنزين العادي اللي هو اردى نوعيه من البنزين، وصار له يومين اجمع لي يعني هذا البلد جاي ما اعرف وين راح تودوا وين راح يوصلوا الحكومات، يعني راح يصير مصيره مصير سوريا مع الاسف والله بلد العراق هذا التاريخ. زين جتك الصيف انت الان تعال شوف الكهرباء من هسه ساعتين وشويه شويه تنقطع، والان بالشهر السادس انساء الكهرباء. نعم. تروح تبين السوالف تروح القطاع الصحه ما عندك صحه، للتعليم دمار، يعني ايش بقى من البلد ما تقول لي. نعم. والله استاذ مع الاسف يعني هذا بلد العراق ايش جاي يصير فيه. زين واغلب البنزين خانات هي للحكومه وهي لهم. زين وده بالمواطن يجيبوا لنا يرجعوا اسرائيل، ما تعرف شنو القضيه وشنو شنو الراس من رجليها. نعم. زين وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نعم. شكرا 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 لك ابو يحيى. يعني لما يكون لتر البنزين بالعراق 850 دينار يعني نحكي على 70 سنت تقريبا، هذا يعادل سعر لتر البنزين بالدول غير النفطيه اللي تعتمد على استيراد النفط من الخارج بشكل 100%، وسعره بدول نفطيه من المفترض ان يكون مدعوم للناس. بالحصار كانوا العراقيين ما عندهم مشكله بالبنزين، ارخص شيء كان بالعراق هو النفط والبنزين. ما كنا نفكر ايش قد نفول سياراتنا وبيش نفول السيارات. اوقف بالبنزين خانه وفول، وكانت اكو ظاهره كنا صغار نضحك عليها، حط الهوز بالسياره وخلاه على الاوتوماتيك وبلش يفول الى ان تقوم البنزين يطفح برا ويعيطون بي يا بوقف وما داير بال. اما اليوم المواطن لازم يحير بالبنزينات مالته. عندنا ناشط انتقد الفساد المستشري بمحافظة البصرة وهدر المال العام وهدر الأموال الطائلة على مشاريع غير مجدية غير نافعة للمواطن البصري بعيدة عن الواقع، وتدعي الجهات الحكومية بتحقيق الإنجازات الخدمية الناشطة. الناشط نفسه يتساءل عن مصير الأموال اللي تسلم للمحافظة وبشكل سنوي، ويقول أن المحافظة من سنة 2019 لحد الآن استلمت بما يقرب من أكثر من 10 تريليونات دينار. يعني هاي المبالغ من المفترض انه نشوف المحافظه بشكل اجمل بوضع مغاير للوضع الحالي. الفلوس ذني وين راحن؟ فهاي تساؤلات المواطن والناشط تلقوها بهذا الفيديو. عقوبات مختبصه يا بالبصره 800 مليار بعد ما كانت العام الماضي 3 تريليون، وتعال الناس تريد تطلع تظاهره والناس تريد تسوي وقفه استنكاريه، ليش 800 مليار؟ انا اليوم اتساءل الثلاثة تريليون مال العام الماضي وين راحت؟ واللي قبلها 2 تريليون و5 تريليون و4 تريليون، ويقدر المبلغ المسلم الى محافظة البصرة من سنة 2019 السنة 2024 اكثر من 10 تريليون، وين راحن؟ انا اليوم اصور لكم يوم هذا الشط الخايس انحالت على مشاريع حديقة 100 مليار، تشجير جزرة وسطية ب 40 مليار، حدائق ب 30 و 20 مليار، مشاريع وهمية أنا واحد من الناس كشفتها منفذة وانعلنت مناقصة مرة ثانية، أول مرة حاسبوني وين التريليونات السابقة راحت، يلا بعدين أنا أجي أوقف وحتى أحرق روحي على حقوق البصرة، تريليونات راحت بالجيب ومشاريع وهمية. سمعتوا كلامه عن التريليونات اللي مهدورة بالبصرة، وقال ذني وين راحت؟ بس انصرفت في حدائق وهمية ومشاريع وهمية. هذا اللي صار أيضا نهاية السنة المضت 2023 تحديدا قبل 5 أشهر، يعني بنهاية الشهر 12، يعني ما صار لنا 150 يوم، انبنت أو تم الإعلان عن مشروع مدينة ضوئية أو قرية البصرة الضوئية، اللي على أساس أنه هي هاي القرية تحتوي على مجسمات ضوئية لأبرز المعالم العراقية. العالم فرحت، قالت الله مشروع حضاري، مشروع ثقافي، مشروع تربوي توعوي، مشروع جميل من شأن أنه يعرف الزائر للمحافظة على العراق بمكان واحد وصغير. المشروع مكانه أمام المدينة الرياضية. اليوم انتشرت لقطات
تبين لكم الدمار الموجود بالمدينة الضوئية بمحافظة البصرة بشكل كامل، واللي كلفت المحافظة مبالغ طائلة بظل غياب المتابعة والمحاسبة والتخطيط والصيانة. والدولة والناشطين على منصاتهم أن محافظ البصرة أسعد العيداني حذف منشور سابق إلى عن افتتاح هاي المدينة الضوئية من صفحته بعد انتشار مقاطع خراب المدينة بشكل كامل وحال المدينة هذا. شوف أخوان السلام عليكم، هذا حال المدينة الضوئية اللي اضطرت الحكومة المحلية بالبصرة افتتاحها قبل الانتخابات بأسبوعين على مود تكسب ود الشعب البصري، على مود البعض وليس الكل تضحك على عقولهم وعلى عواطفهم عبدة الرصيف والمقرص. والآن نواب البصرة وبعض ناشطين البصرة الذين يتباكون على تقليل حصة موازنة البصرة، هاي موازنة البصرة تذهب إلى هدر المال العام. هذا القماش، هذا شوف، لاحظوا وياي، أجيت كل فتحة تتجاوز 10 مليار دينار عراقي، هاي موازنة البصرة، يلتسل على موازنة البصرة. تعرفون الطامة الكبرى بهذا الفيديو وين؟ هذا العلم العراقي والعلم اللي موجود هنا. علم البلد يعني سيادة البلد، احترام العلم من احترامك للبلد، متابعتك لأي علم مشقوق ممزق مهتري لازم يتغير حتى تحافظ على هيبة الدولة وعلى صورة بلدك وتحافظ على صورة العلم اللي هو رمز بلدك. هاي واجب وطني لكل واحد يمتلك روح وطنية، وكل واحد ما عنده ذرة من الروح الوطنية راح يترك العلم بهاي الصورة ممزق وكلمة الله أكبر باقي بس الألف من عده، ماكو غيرها. هاي واحد. اثنين، شناشيل البصرة مدمرة وهم يردون يهدمون الشناشيل. النخلة العراقية واقعة بالقاع حسب المجسم بالقرية الضوئية وهم النخيل شالوها، فعادي عادي الحال. اللي نشوف الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من محمد المالكي: مشاريع آخر وقت، سرقات علنية بزود العيداني وحاشيته. أحمد الشمري: من زمان حكينا وقلنا المحافظ دمر البصرة بس ما حد جاي يصدقنا وحسبالهم البصرة بس الكورنيش. ومحمد راضي: الحل في مشاريع البصرة هي عبارة عن هدر للمال العام. علي: أموال البصرة بأيدي غير أمينة فاسدة. محمد العيداني: خليجون يشوفون عروس الخليج صاير بيها سرقات، هدر المال العام، مشاريع فاشلة بزود العيداني. العيداني يحكي عن قرابته. المهم حسنين حسن، هي هاي التريليونات اللي انصرفت وراحت هدر، وأبسط مشروع وهذا هو مشروع مجار الكورنة اللي اندثر والممشى و و و و و و هاي كان التعليق على قضية خدمات البصرة. مشاهدينا الكرام، الألغام تحصد أرواح العراقيين ولا مخصصات مالية لإزالتها، هذا العنوان اللي سلط به قسم التواصل الاجتماعي الضوء على أهمال حكومة السوداني لملف الألغام بالعراق واللي تحصد أرواح المواطنين، تتسبب بإعاقات دائمة لمئات الآلاف منهم بوقت ماكو جهود حكومية حقيقية لإزالتها أو محاولة تفكيكها أو محاولة حماية حياة المواطنين. تعالوا نشوف هذا الانفوغرافيك.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. بذكر القرية الضوئية، يا أسفي على بلدي الذي أعاده إلى العصور الحجرية، فيا ترى كم سنة ضوئية نحتاج حتى نرجع جمجمة العرب؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم الثلاثاء، في أمان الله.